كتير 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 حلوة وقهوته كتير طيبة. الشغل مو عيب أبداً، وهي كتير فكرة حلوة إنه في الواحد يبدع فيها بعدين يفتح قهوة يكبر هيدا المشروع. روعاً، خاصة على الكورنيش، خاصة على الكورنيش، لأنه الإنسان عم يتمشى بيحب يرتاح، بيحب يشرب، بيحب هيك. ليس برسو الثانية كمان سبرس، كمان سبرس، بس هيدي هيدي سنجل، هيدي دبل، هيدي دبل. الشغل كتير، بدور على الشغل لاي، الشغل كتير. هاي الدليل. سيارة كانت بيركي على جنب صارت تنتج. تازي موجود بكل دول العالم، يمكن عندنا فكرة جديدة ما حدا متعود عليها هسه، بس كتير كويس وأثبتت إنه ناجحة. إيه طبعاً أكيد. هي كانت بغير محل وجابوها الشباب، يعني فكرة كويسة كتير كتير طبعاً لك. الشباب مجتهدين وقهوتهم طيبة وشغلهم نظيف، فليش ما نلحقي وين ما بيروحوا نحن وراهم. واحد دبل، واحد عادي، واحد طيب. أهلا وسهلا. لبداية السيارة أنا بدايتها ما كنت موجود الصراحة، أنا إلي هون سنتين تقريبا. أنا إجيت أول ما دخلت السيارة لهون، يعني هونيك ما كنت أشتغل. نفس الشخص لا إيهاب شربة ودارين تعكي. كيف كانت الشباب بلشوا؟ هني بلشوا فتحوا المشروع تمام، وهني كانوا يشتغلوا ما كان عندي شغل، هني كانوا يشتغلوا، فشوي شوي صاروا يطوروا المشروع، بعدين فتحوا 24 ساعة. كانوا أول شيء يفتحوا عدد معين من الساعات، بعدين صاروا يفتحوا 24 ساعة وصاروا يطوروا شغلين شوي شوي. كيف السيارة شو رأيك؟ كويسة جدا، ما فكرة كتير جدا كتير كويسة، وبالنهاية الشغل نظيف بيشتغل شو ما كان، شو ما كان نوعه. هلا نحن عنا بنجيب البن نطحنه هون بالطاحونة تمام، بنقبس القبضات ونعمل قهوة إسبريسو. شو السر فيها؟ السر فيها هلا هي فيها سر ما فيني أقول لك، وفيها سر إنه إحنا وقت بدنا نشتغله بدنا نشتغله من قلبنا تمام. فيها سرين، الأول ما فيني أخبرك عنه، الثاني إنه إحنا بنشتغله من قلبنا. في منا والله، والله صار زمان نحن كنا مركين هونيك جنب شو اسمه نيجي نشتغل من عندها. أي على طول والله ما في ملاحظة، قهوته طيبة وكل شيء.